طبعاً لازم نحافظ على تنظيم الوقت والأكل الصحي، ونوخر عن الأكل الأوقات اللي ما له داعي، ومحافظة على وجبة الإفطار. ولازم تكون إذا تبي تنجح دراستك وتبي درجات العالية لازم تكون الإرادة عندك قوية، ونوخر دائماً عن التدخين، لأن التدخين الدمار. أنا أنصح اللي قاعد يشوفونا الحين كلهم أن لازم ينظمون وقتهم مع برامج التواصل الاجتماعي، لأن كل شيء له سلبياته وإيجابياته. إذا قدر ينظم وقته راح يستفيد بس الإيجابيات وما راح تحوش السلبيات كلها. بدل الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، بين السعين والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد خاتم باهي هذا الأمين. اليوم تعلمنا عن أضرار السجاير، وأن ربعك هم أول سبب أساس خلونك تدخن. لازم تبتعد عن السجاير، أنها مو بس الضرب بالرئة، هي الضرب كل الجسم، بالعقل، بالقلب، بالعضلات، بكل شيء، لأن النيكوتين اللي بالسجاير يمشي بالدم، والدم يوصل كل أنحاء الجسم، فيضرب كل شيء بالجسم. بس اللي استفدت اليوم من المحاضرة أن الأدوية مو من أي واحد تأخذها، لازم تكون الأدوية مرخصة وزارة الصحة، وما يصير أي أحد يقول لك هذا الدواء زين وما يضرب الجسم تروح تأخذه.